تصنعها. ندعو كل من السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الصيني لتوقيع الخارجية الصيني والوزير الخارجية المصري سامح شكري توقيع على التعاون توقيع على عقد التعاون التكنولوجيا بين الصين وجمهورية مصر العربية. والآن وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الصيني لتوقيع الاتفاقية التكنولوجية سامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الاتصالات الصيني توقيع العقد واتفاقية الشراكة نشكر كل من فخامة الرئيس رئيس البلدين